الأهل والأحباب، مساكم الله بالخير. الغنى عندنا أصلا يتناقل، يعني بيتناقل من جيل لجيل، وهو ثقافة سماعية طبعا، أنتم عارفين. يعني ما مسألة يعني زول خدت لي ورقة وقاعد يقرأ منها غنى، ده ما بكون غنى، يعني ده بيكون أداء خشبي جدا جدا. فجميل جدا إنك أنت لما تشوف السبقوك سووا شنو وتشرب من معينهم. أنا أفتكر إنه الشباب اللي معايا الليلة، دائما أنا بقول شيخ الشباب، لكن الليلة ده شاب الشباب، الشاب الجميل سيد عوض حيغني لنا أغنية من أعظم الأغاني اللي اتلحنت في فترة الخمسينات، وده يوريك لأي مدى إنه العاقب كان مهتم جدا بالشعر الفصيح، وكان يعني يسعى لتثقيف الناس وتثقيف نفسه وتثقيف السامعين بشعر جميل بموسيقى أكثر ما ممكن نقول عنها إنها موسيقى حالمة. العاقب ده كان معروف إنه فنان الفنانين، فنخلي أسي الفنان بتاعنا سيد عوض يغني لنا نجوى عبد الله الفيصل، الأمير عبد الله الفيصل، والعاقب محمد حسن. يوم كنا بين سما
ذكرى في خيالي. عليكم والله شفتوا عزوبة نغم يعني يتوائم وينسجم تماما مع الكلام اللي زول بيناجي في حبيبه وبيسأله عن أيام خلت. يعني ما في أجمل من كده. دي حاجة برافو, حاجة جميلة جدا جدا جدا. رحم الله العاقب وشكرا يا سيد عوض على الأدائية الجميلة اللي يعني وصلت لنا يعني حنين دفاق. شكرا كثير. فترة الخمسينات دي يا شباب كانت فترة خصيبة جدا جدا. أنا سبق اتكلمت عن فناني الإضراب, وده الفنانين
يعني مظلومين بيجيبون في يعني بيبسلهم في فترة ما كانت مسموعة يعني. لكن يعني هم كانوا بيتميزوا بأنه غناهم طاعم يعني، محمد حسنين، تيجاني مختار، رمضان حسن، محمد مسكين، يعني عنده طبعا أي زول في الدنيا دي قد يكون عنده أغنية واحدة ممكن تخلد يعني تخليه يكون خالد. الليلة نمشي مع رفيعة ونشوف الحب الحقيقي. Thank you.
عليك يا رفيع حبك الحقيقي وباركوا يا صحابي. احنا غايتو باركنا وبنبارك لكل الناس، وان شاء الله اي زول صادف حبه الحقيقي حظه يبسم له، واحنا زادنا حظنا يبسم لنا ونلقى الحب الحقيقي اللي جينا ولا ما جينا. وباركوا يا صحابي، هنوني برفيقي. شكرا يا رفيع، شكرا كثير. سيد عوض الليله ما بنخليكي ما غنيت لنا غناك، وافتكر بارد النسمه دي او يعني اي حاجه عندها علاقه بالنسيم والهبوب يعني طوالي تديك احساس. يا زول قاعد في البطانه بينتظر قلبه الهبوب انها تبشره بانه في خريف جاي او تجيب له ريح المحبوب. بارد النسمه نقول
أتمنى يا ربي درد وعفيف غادي مصنى يا ربي كلام رغيق كل محنى أنفاس وعبير طيب الجنة يا الزول الزول بارد النسمة يا ربي يا ربي ليه الكسمة الزول الزول بارد النسمة يا ربي يا ربي ليه الكسمة وانتوا بتتبعوا معايا يا شباب ملاحظة يعني ما متعمقة كده إنه اللحن ده بسيط ما في أي عقد يعني حاجة كده جات بالسجية وعلى حسب الكلام الزول الزول بارد النسمة يا ربي يا ربي ليت قسمة المزيكا قالت نفس الكلام يعني الأوركسترا ما عملت أي حاجة وحتى لما يقول معي المزيكا تقول يا ربي ليت قسمة شكرا شكرا يا أبو السيد يا أخي يا جميل يا رفيع احنا هنرفعك درجات انك تغني لرجل انا احسبه من الدفء الحانه بمكان انها توصل اي صوت وده قد كان يعني السني الضوي المحاسن الصدف اللي خلت الشاعر الرقيق شاعر الانسان الجميل محجوب سراج يكون شغال في نفس المصلحه الشغال فيها السني وده يعني ما شاء الله جاب لنا مين قساك وجاب لنا ليه بتسأل عني تاني وجاب لنا عواطف دي اللي هي حملتك عواطف يعني صاحب البادية وجاب لنا الجرح الأبيض وجاب لنا يا حبيبي وإنت غايب قلبي وراني العجائب مرة شاكي ومرة باكي أصلي ما عمره ما حسيته طايب وإنت غايب يا حبيبي كده نقول
رفيعة، أنت رفيعة، رفيعة فعلا، رفيعة في صوتك، رفيعة في أسلوبك، أسلوبك المتمكنة منه تماما، رفيعة في أدائك المصحوب بجماليات قل أن توجد. ربنا يعليك كمان وكمان، وتغني لنا كمان وكمان إن شاء الله. إن شاء الله في الحلقات الجاية نسمعك ونزيد اطمئنان إن شاء الله. شكرا. الليلة سبقنا ومسابقتنا في أغنية دايرين اسم الملحن لهذه الأغنية. شكرا لكم على احتمالكم لنا. ان شاء الله دوما دوما انتم بخير ومتحلقين حول هذه الشاشه الجديده. كان حيين بنتلاقى. ارجو العافيه.